وضمن جهود مؤسسات الدولة في مكافحة هذا الوباء العالمي، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة العامة للشباب وفريق إدارة الأزمات على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية العليا في مواجهة الظرف الصحي الطارئ الذي تتعرض له كويتنا الغالية كغيرها من دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد. هذا وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب إن الكوادر البشرية التطوعية جاهزة للتعاون مع كافة مؤسسات الدولة من أجل مكافحة فيروس كورونا. بهدف إنجاح الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، يحرص المتطوعون من الشباب الكويتي والقائمون عليهم بأن يقدموا يد العون والمساندة في هذا المجال، مجندين أنفسهم لخدمة وطنهم. الشيء المفرح حقيقة اليوم شاهدنا أعداد المتطوعين من نزل الإعلان في الهيئة العامة للشباب بطلب المتطوعين، لقينا الأرقام لله الحمد، الكل قاعد يسجل اسمه وبياناته بالاشتراك مع أختي اللي حقيقة لازم أشكرها، الأخت دانا تقي في حملة وطني 2020، أبناء وطننا اللي حقيقة يثبتون في كل مرة وفي كل أزمة إنهم على قدر المسؤولية وقدر الحدث اللي قاعد نعيشه اليوم في الكويت، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء. هذا العمل التطوعي وهذه اللحمة الوطنية اللي أسميها أنا حقيقة هي مثال مشرف للكويت وأهل الكويت. تعاون كبير من قبل الهيئة العامة للشباب مع المبادرات الوطنية التطوعية، ومنها مبادرة وطني 2020 التي استقطبت أعدادا كبيرة من المتطوعين. الشباب عندهم يعني الفزعة أنهم يكونوا مشاركين لمواجهة هذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد، لحماية وطننا ولبذل قصارى جهدهم. فاليوم عندنا إحنا 3000 والعدد في ازدياد، لأن باب التسجيل لغاية الآن مستمر. إذن شباب مبادر وقادر على العطاء بدعم منقطع النظير من كل القائمين عليه لحمل مسؤولية الوطن الغالي. إذن ها هم شباب الكويت يثبتون اليوم بأنهم على قدر المسؤولية وبأنهم شباب محب لوطنه، ليس بالشعارات والعبارات فقط بل بالعمل الجاد. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.